اهم حاجه المهمه تتنفذ، ولو كل واحد في الجيش عمل اللي في دماغه الجيش يخرب. اهلا وسهلا فيك مع فوشيا. وجودك في فيلم خارج الشباك، ما تتذكر عندك مواقف انه يكون في رد فعل سلبي على هذا النوع من الافلام؟ ده جوه الشباك نفسه، هو ما خرجش من الشباك. هو الناس دايما بتسعى ان هي تتفرج على فيلم، خلينا ننحي حاليا الموضوع بتاعه وبيتكلم عن ايه والبطولات، خلينا نتكلم في جانب تاني دلوقتي، ولو ان الجانب ده مهم طبعا. الجانب التاني هو التقنية. الجمهور دلوقتي، جمهور السينما اللي هو من سن 8 لسن 20، ده الماجوريتي. الجمهور ده بقى متاح بالنسبة له العالم، يعني لو عايز يتفرج على فيلم ممكن هو قاعد في البيت كده على موبايله يتفرج على فيلم أجنبي. الفيلم الأجنبي ليه ستاندرد بقى واضح، فأنت لو قدمت له حاجة أقل من كده مش هيتفرج، مش هيجي لك. فبالتالي النوع الفيلم ده التقنية بتاعته عالية جدا جدا الحمد لله، وده جانب من جوانب إنه هو جوه الشباك، إنه هو الناس أقبلت عليه عشان عينيهم بتشوف، بصريا بتشوف حاجة بستاندرد عالمي. ده جانب. الجانب التاني إنه هو بيتكلم برضو ننحي برضو الجانب البطولي العسكري. هو قصة صعود من انكسار لنصر، فدي من التيمات اللي ناجحة جدا جدا في السينما. الحاجة التالتة اللي هي بالنسبة لي الأهم، إن أنت بتتكلم عن بطولة من بطولات بلدك، ودي حاجة كمان فخر لكل واحد إن هو يشارك فيها. ولما بتتعمل بشكل كويس بيبقى الناس بتحس بده، ده سبب من أسباب نجاح الفيلم، الحالة اللي عاملها في الشارع دلوقتي. هو ما فيش حتة تانية تضربوا فيها غير هنا؟ أهلا وسهلا فيك مع فوشيا. تحكي لي عن ماذا أضاف لك هذا النوع من الأفلام؟ بصي، هو أضاف لي الكتير الحقيقة، وأضاف للسينما المصرية كتير، خاصة وإن احنا مفتقدين النوعية دي من الأفلام بقالنا كتير جدا. والأفلام اللي تمت صناعتها على الحروب أو على النوع ده من الأفلام كانت من فترة طويلة، هي أفلام عايشة في وجدان لغاية النهاردة، وبنحبها لغاية النهاردة وبنشوفها لغاية النهاردة، وما ينفعش نقارنها بالممر الحقيقة، لأن الإمكانيات المتاحة النهاردة للممر ما كانتش متاحة للرصاصة لا تزال في جيبي، ولا كانت متاحة للطريق إلى إيلات، ولا كل الأفلام دي اتعملت بإمكانيات ضعيفة جدا، وبالرغم من كده أثرت فينا وفي تربيتنا وفي نشأتنا. فيلم الممر أتيحت لي إمكانيات مهمة. فيلم الممر من حسن الحظ إن تمت صناعته في فترة كان الجرافيكس فيها وصل لمستوى معين، تكنيك التصوير وصل لمستوى معين، فالحقيقة إحنا استفدنا من كل ده، وأنا فخور إن أنا شاركت في عمل زي ده غير في وجدان الشعب المصري. إحنا مش هندافع، إحنا نهاجم.